الزول، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نتمازق أو جذور الأمازيغية. في هذه الحلقة وكما عودناكم وانطلاقا من جبل نفوسا، سوف نتحدث عن جذر له عدة معاني أغلبها مرتبط بعضه ببعض، وبعضها الآخر يحتاج لشيء من البحث لربط الجذور بينها. هذا الجذر هو جذر ثلاثي، وهو يازياج، لا غالبا يعني له معنى أصلي ضاع مع الزمن وبقي، وهذا سوف أشرحه من بعد، وبقي له معنيين سوف نبين أن بينها صلة. دعونا الآن في المعنى الأكثر تداولا وهو معنى البلل. فنجد كلمة يبزق مطلقا تعني البلل في أغلب التنوعات ابتداء من نفوسه، ونجده بنفس النطق النفوسي طبعا عند الأطلس المتوسط، في تشلحيت، في الجنوب الشرقي للمغرب، في تقبيليت، في الأوراس وغيرها. ونجده مثلا في سيوة يزق، وفي ورقلة وسيوة الأقصى الغرب والشرق عفوا، وورقلة ومزاب وسوكنة وغدامس تقلب الجاء جيمة تتحول يبزج، كما في أرجاز وأرجاز إلى آخره. وأيضا نجده عند الطوارق وبعض مناطق سوس تنطق أبدق، بل نجده أيضا في العامية المغربية ينطق في زج، وكذلك في شرق الجزائر. فظاهر التحول الحرف الفاء الباء الى فاء ظاهره مدروسه ومعروفه في اللغويات. اذا يمكننا القول ان احد المعاني المتفرعه عن المعنى الاصلي له دلاله البلل. المعنى الاصلي تو نقول بعد شويه. ونجد معنى قريب منه عند الريف، حيث يستخدم عندهم بمعنى التقطير أو الاستفاضة من قربة الماء، مثلا تزيت نشت بالزج، أي قربتك تقطر ماء. وهو ونجده عند مثلا مزاب بمعنى الاستفاضة، أبزج نواما أي فيضانه وطفحه، بل يعطي معنى الرش بالماء كما في الريف كذلك. يقال أيضا يبزج أو نغري بزج خافي آمان، أي يرشني بالماء، وهذا لابد وأن المقصد منه يبلني بالماء وليس يرشني، لتعود لنفس المعنى الأصلي اللي هو البلل. ونجد البلل الذي أعطى معنى الرطوبة في الكلمة في مثلا اسم الصمغ، وهو مادة تخرج من الشجر أو من الغصن. نتحدث عن الصمغ بالطريقة التقليدية، الغصن عندما تكسره تخرج منه مادة لزجة لبنية الشكل لاصقة، وهي نفس المادة التي يصنع منه الصمغ طبعا الغراء، فأصبحت تسمى هي ويسمى كذلك الغراء في بعض التنوعات بأبزاج، وتجمع إبزاج. وهذا تون ولولا بعد شوية باش نبين لكم أن كلها مرتبطة ببعضها، هذه السوائل اللي نجدها داخل شيء. وتجمع إبزاج كما عند أمزاب، وهي لا زالت تحيل على معنى البلل وتستعمل بمعنى القطف الطري للفواكه. تصوروا يعني عملية القطف، الفعل قطف الطري للفواكه قبل نضوجها، لأنه لما تكسر الفاكهة أو تنحيها من جذرها تخرج مادة لبنية اللي هي هذيك تغذي المادة السكرية اللي هي تخلي الفاكهة تنضج. هذه المادة اللبنية كما في ورقلة مثلا يسمون تلك العملية السبزج، أي اقطفها وهي تفرقوست، أي وهي لا زالت صغيرة وطرية غير ناضجة. بها مادة بيضاء لزجة تسمى أيضا أغي انتيد داغنغ، أغو انتيد داغ أي لبن الشجر، وهذا موضوع ثاني ما لهش علاقة الآن. إذن كل المعاني السابقة تحيل على البلل، على السوائل، على المادة اللزجة، وهنا معنى متعلق وهو الورم، أي رسوب مادة لزجة تحت الجلد لتسبب انتفاخ. يعني الانتفاخ هذا غالبا يسببه مادة لزجة زي القيح مثلا والصدى إلى آخره، اللي هو يسمى طبعا يسمى بالتورم وانتفاخ الجلد ونحوه. هذا يسمى في أغلب التنوعات الأمازيغية أبزاك. ونجد بوضوح في تقبليت يزق فقط لما يكون الورم لامع، ونجده علامة تلقيح به واضحة، يقال مثلا في انتفاخ، يعني في ذاك الانتفاخ يسمى بهذه الطريقة. إذن
نجد كذلك مثلا شيء مرتبط بالانتفاخ والمادة اللزجة، وهي المرأة في حال الحمل وفي حال العادة الشهرية يقال في انتفاخ أثدائها تسمى بزيغنس أوفانينس، وهنا نجد بوضوح أن المعنى يقصد به امتلاء وانتفاخ بمادة لزجة أو مادة سائلة في الحالتين، في الحالة الأولى القيح، في الحالة الثانية اللبن، وهذا يحدث تحت الجلد. فمع كثرة الاستعمال تحول معنى دخول المادة السائلة ووجود المادة السائلة اللي هو البلل هذا تحت الجلد إلى معنى الانتفاخ نفسه والتورم نفسه، تحول المعنى من المادة اللزجة الموجودة تحت الجلد إلى معنى الانتفاخ على الجلد نفسه، وانتقل طبعا من هذا المعنى إلى المعنى. كذلك نجد من المعنى المادي إلى المعنى المعنوي، ينتقل مثلا لما يقول مثلا واحد يكون غاضب جدا هيك غضب شديد وكذا، كما هو مثلا في القبائل الأطلس المتوسط سوس الجنوب الشرقي وغيرها ومجموعة من التنوعات، فيقولوا مثلا بزينغرس إزوران، أي إنه غضب غضب شديد حرفيا، يعني انتفخت أوداجه. انتفخت من ماذا؟ انتفخت من مادة لزجة وهي الدم، إذا ما زلنا في المادة اللزجة والسوائل. طبعا من الغضب هذا اللي هو انتفخت أوداجه وأصبحت تطلق على الغضب بدل من انتفاخ الأوداج الآن، أصبحت تعني الجنون لما يعتري الإنسان في حالة الغضب من سلوك غريب ومشين، أصبح في كل أير وبقية تنوعات عندي مهاغ أنبزوق، أي الإنسان المختل عقليا المجنون. ونجد له معاني كذلك معنوية أخرى كالمتكبر. شوفوا يعني انتقلت من بزقنس إزوران الناس، يعني انتفخت أوداجه، إلى البزوق الأحمق أو كنت تطلق على الأحمق وتطلق كذلك على المجنون، ثم على المتكبر كذلك من المعاني. المتكبر يقال يبزق فلي، يبزق فلي تترجم في العامية الليبية بمعنى ينفخ علي، أي يتكبر. فالمتكبر أصبح يطلق عليه هذا اللفظ كذلك. وقد تعني أيضا السكوت من كثرة القلق من الغضب، أحيانا الإنسان يلتزم الصمت ويبارك متضايق وعبوس وكذا، فيقال يبزاي وارجاز نغي يبزاي واربع، أي الطفل، أي صمت من كثرة تضايقه. وكذلك فمن هنا أنبزوق أصبحت تطلق على ماذا؟ على الوجه الغير مبتسم، وجه العبوس. كذلك في حالة صداع الرأس، يعني شوفوا كل المعاني كلها أصبحت تنطق لا لأن النفخ وإلى آخره، قلنا التورمر، من التورمر عطت النفخ، ومن النفخ نفخ الأوداج إلى تنفخ على الآخر بمعنى التكبر، وأصبحت تعطي الحماقة وإلى آخره من هذه المعاني. ويقال مثلا حد صدع لي راسي يبزقي يخفينو، يبزاي يخفينو، يعني نفخ لي راسي صدعني. وهذا نجده كذلك واضح في الترجمات في العامية الشمال أفريقية عموما، الليبية التونسية الجزائرية المغربية. هناك كذلك وهو غير مرتبط مباشرة، ولكن عندنا الخف الشرعي، الخفاف اللي هي تصنع من جلد زمان اللي هي تقابل الشخشير اليوم أو التقاشر يقول المغاربة، عند إمهاغ تبوزقت وتيبوزجين. علاش سميت الخفاف بهذا الاسم؟ لأنها تبلل من أجل الوضوء شرعيا، اللي هو المسح على الخف كما يقال في الشرع الإسلامية، وسمي ذلك يمكننا طبعا كما قلت مسحه بالماء وتبليله في حال الوضوء. طبعا هذا كله حسب ضوء شرعي. إذن تحول هذا المعنى للجورب الخف هذا من الخف الجلدي الشرعي ليشمل كل الأحذية الجلدية، أي حذاء مغلق ما عدا طبعا أركاس اللي هو الشبشب والمداس اللي هو تسيلة، لكن أي حذاء مغلق عندهم يسمى بهذا الاسم. يبدو كذلك أن هناك استعمالات أخرى اللي هي، شفتوا الصيادة لما يحطوا الشبكة في البحر، الشبكة هذه يحطوا عليها مجموعة من الخفافات باش ما تغرقش الشبكة، تقعد على السطح فيتم صيد السمك وتبقى على السطح، اللي هي تسمى تفساس من إفسوس، بالفعل إفسوس تفساس، هادو التفساس هادو اللي ينحطوا على الجنب، تسمى كذلك في بعض التنوعات ويصنعوا لها بقطع الجلد هذه اللي هي تنفخ كالقرب هكذا، تسمى أبدق.
وهي طبعا مقاومة للغرق وإلى آخره، لخفتها لأنها مملوءة بالهواء إلى آخره، كالشكوى مثلا. إذا تافسست هذه كذلك عندها، وهذه تافسست حتى بنديروا فيها حلقة خاصة بها. إذا معليش تفكرت حاجة، عند الحديث عن هذا الجذر نجد كذلك الناس كثيرين يحضرون الجذر أبزك، بمعنى السوار اللي تلبسه المرأة في اليد اللي هو تسمى تقريبا الدملج. ولكن بالمقارنة بين كل التنوعات الأمازيغية يتبين وبوضوح أنها مقلوبة من الجذر أزبك، فزاي تسبق الباء كما هو الحال في تقبيليت ونحوها، وهو جذر سوف نأتي عليه ويعني في عمومه القرص واللفافة ونحوها. منها مثلا في نفوس يسمى الخاتم أزبو، من نفس الجذر على فكرة، ليس من هذا الجذر وإنما من الجذر أزبق وليس أبزق اللي هو يبزق. لا يمكن طبعا ختم هذه الحلقة بدون العودة إلى الاستنتاجات اللي ذكرناها في بداية الحلقة، وهو أن هناك معنى مشترك أكثر قدما يعني المليء في هذا الجذر بزق، يعني يعنى به في القدم المليء إما بالسوائل ونحوها. أعطانا كلمة بلل كما في المعنى الأصلي وانتفاخ كما في المعنى الفرعي. فنقول للزيتون المليء بالزيت يبزق زمور، أي ما إنه مليء بالزيت، ونقول تبزق تادي ستينو أي امتلأت كرشي. وهذا يحيلنا على المعنى الأصلي كما ذكرت للكلمة، وإن كان مماتن اليوم والذي يعني الملء كما ذكرنا. إلى هنا أكتفي، ولعلي أتوسع في المعاني الأخرى في الحلقات القادمة. وتنمرت نون، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. تنمرت.